إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم أيدنا بالإسلام وأيد الإسلام بنا يا رب العالمين. أما بعد، إخواني في الله أتكلم معكم والقلب يملأه الألم على أحوالنا. هذه الخطبة هي نقد ذاتي بيننا وبين أنفسنا. يا إخواني، لما يكون واحد معاه جوهرة مش قادر يقنع الناس بيها، في حين اللي معاهم إزاز مزيف قادرين يقنعوا الناس بيها، والدنيا كلها بتسمعهم والدنيا كلها مصدقاهم، وصاحب الجوهرة قاعد معزول مش قادر يقنع الناس بالجوهرة اللي معاه. إخواني في الله، حينما أتحدث مع بعض الملتزمين ثم أتحدث مع الشباب في النوادي وفي المقاهي وفي الشوارع، أحس أنني انتقلت من كوكب إلى كوكب آخر. ساعات بحس إن في ناس مننا فكرها وفكر الناس كأن دول عايشين في كوكب ودول عايشين في كوكب، كأننا مش فاهمين الناس بتفكر إزاي، كأننا لسه مش قادرين نوصل الناس للفهم العظيم اللي ربنا رزقه لنا، لسه مش قادرين نقنع الناس بالجوهرة العظيمة اللي عندنا، لسه مش قادرين نطلع الناس لبرج الدين العالي، مش قادرين لحد دلوقتي. ما احناش فاهمين الناس فين اصلا. الناس يا جماعة قامت بالثورة، 1200 واحد اتعموا، 385 واحد قتلوا، كل المئات الالوف اللي نزلت كانت شايلة كفنها على ايديها، كلهم كانوا معرضين نفسهم. في ناس جالها شلل رباعي بطلقات نارية وإصابات أخرى وأخرى، كل ده عشان يأكلوا أكلة نظيفة ويشربوا شربة نظيفة ويلاقوا مسكن ويلاقوا وظيفة ويلاقوا دخل. يا إخوانا، عايزين نفهم الناس اللي قامت عشان الدنيا ما قامتش عشان الدين ليه؟ ما قامتش عشان الجهاد الفلسطيني. الثورة ما كانتش عشان تقسيم العراق، الثورة ما كانتش عشان تقسيم السودان وذبح جنوب السودان، الثورة ما كانتش عشان تطبيق الشريعة. الناس بتبصلنا لوحدي دلوقتي واحنا بنقول إسلامية، بيبصلنا بتعجب، انتوا بتقولوا انتوا مين وش معنى طالعين الوقت؟ اخواني في الله، يجب ان نواجه انفسنا بالفجوة الهائلة بين منهجنا وبيننا، بين المنهج وبين الاشخاص. لازم نواجه انفسنا الان. الناس خارجه من سجن، اللي خارج من سجن كان سجن بدأ الحياة ما هوش مصدق انه يخرج منه، خارج عايز ياكل، عايز يشرب، عايز يلبس، وفي ناس تانية عايزة البلد تتطور، عايزة تنمية، واحنا واقفين مش قادرين نفهم الناس عايزة ايه. اللي عايزين ياكلوا ويشربوا بيبصونا ان احنا حاجة كويسة، ماشي عم الشيخ حاجة كويسة عم الشيخ، واللي عايزين ينموا البلد بيبصونا ان احنا مشكلة، انتوا ليه ما انتوش معانا، انتوا ليه في كل نازلة ما انتوا، احنا شايفينكم كل نازلة بتنزل في الامم ما بنشوفكوش غير بعدها ليه؟ ما حدش شايفنا حل يا جماعة. الوحاد اللي بيقولوا الاسلام هو الحل هو احنا، الوحاد اللي بيقولوا الالتزام والحل هو احنا، انما الناس ليه مش شايفانا حل؟ رغم ان الشريعة الاسلامية اعظم حل لمشاكل الدنيا كلها، رغم ان منهج السنة والمنهج السلفي اعظم منهج موجود على وجه الارض كلها، ليه مش قادرين نوصل للناس اللي عندنا؟ محمد يونس في ماليزيا خد نوبل عشان عمل فكرة اسمها بنك الفقراء، ادوله نوبل انبهروا بيه. عارفين بنك الفقراء ده ايه؟ بس هو ما قدرش يسميه كده. بنك الفقراء ده اللي هو بيت المال بتاعنا، عمل فكرة بيت المال وسماه بنك الفقراء. هما مش فاهمين ان دي الشريعة. الغرب بهر بالفكرة ادوله نوبل.
ادوله نقبل. احنا معانا شريعة مهولة بس مش قادرين نقنع الناس بيها، فضلا على ان احنا نفهم هذه الشريعة ونحيط باعجازها وبروعتها. زكاة الزروع بس، زكاة الحبوب القوت اللي بنسميها شنطة رمضان ساعة رمضان، زكاة الاقوات ده ايه كافية لإلغاء الفقر في البلد كلها بس لو اتطبقت. من الذي يفهم الناس أن شرع تركيا لما طبقت في السنوات السابقة 10% من الشريعة أو 20% بس من الشريعة، الحاجة اللي الحكومة هناك قدرت تطبقها بقت رقم 15 على العالم في القوى الاقتصادية. احنا عايزين نقول للناس، الناس تيجي تكلمنا وتقول يعني هتقدر، يعني الشريعة هتقدر، انت بتقول ربنا هيقدر يصلحنا ولا لا؟ انت بتقول ربنا هيقدر يحل مشاكلنا ولا لا؟ ليه مش قادرين نوصل للناس المعاني دي؟ ليه مش قادرين نوصل للناس الجوهرة اللي معانا؟ لما يجوا يقولوا لنا طب والتعصب اللي انتوا هتعملوه بيننا وبين النصارى، تعصب يا ابني؟ ده اليهود لما شافوا تسامح الاسلام قالوا لا اله الا الله. الرجل اليهودي اللي خد درع سيدنا علي بن ابي طالب، سيدنا علي قال له ادي درعي، قال له دي درع انا، اذا نحتكم الى القاضي. اليهودي بيقول لي خالفت المسلمين تعالى معايا المحكمه، لو مش عاجبك تعالى معايا المحكمه. راحوا المحكمه، القاضي قال لسيدنا علي دي درعك؟ قال له درع. قال له البينه؟ مفيش بينه معايا. قال له طب الشهود؟ قال له ابني. قال له ما ينفعش، لا ناخذ بشهاده الولد لوالده. ام قايل للتاني احلف اقسم، ما البينه خلاص مفيش بينه، اقسم انت اقسم. يا سلام جالك الفرج، تالله وبالله ووالله. اليهودي حكم ليه بالدرع؟ اليهودي خارج مش مصدق درع ايه؟ قال خالفت المسلمين ودرعه وفي القضاء يتحكم لنا، فاذا به يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. مش مصدق. اليهود لما شافوا تسامح الاسلام قالوا لا اله الا الله. التتار لما شافوا تسامح الاسلام قالوا لا اله الا الله. وحدثت معجزه تاريخيه لم يحدث في تاريخ البشريه مثلها، ان دخل المنتصر في دين المغلوب. لما التتار المنتصرين الحاكمين للامه دخلوا في الاسلام، لما ابن تيميه ذهب اليهم يجادل عن الاسرى فاعطوه اسرى المسلمين ولم يعطوه اسرى النصارى، فقال اهل ذمتنا قبل اهل ملتنا. التتار ذهلوا باخلاق الاسلام ودخلوا في الاسلام. تسامح خلى الوثنيين يقولوا لا اله الا الله. ال 700 مليون مسلم بتوع جنوب شرق اسيا والدول اللي هناك لما راوا اخلاق التجار المسلمين مع بعضهم، احنا عايزين نحل مشاكلنا الاول وبعد كده نخرج نحل مشاكل الناس. عايزين نوحد نفسنا الاول وبعد كده نخرج نقول للامه توحدي. احنا عايزين نرتب البيت الداخلي بتاعنا الاول وبعد كده نخرج نقول الاصلاح. زمان كان المسلمين قدوه حقيقيه فبقوا قياده، احنا مش قدوه يا جماعه. عشان كده الشعب ما هو سايبنا قياده في التوجيه. يجب ان نواجه انفسنا بهذه الحقائق. احنا حتى الان ما قمناش بدورنا. اخواني في الله الطيار السنه في حاله مخاض رهيب. يا اما هيتولد اقوى طيار على وجه الارض هيغير الارض لو انتوا اشتغلتم، لو انتوا قمتم، لو انتوا اتحركتم، لو القوة الضاربة في الاتجاه الاسلامي اتحركت. ما فضلش الاتجاه الاسلامي خطب على المنابر، ساعتها وجه الارض كله هيتغير وليس وجه البلد بس. احنا في حالة مخاض. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. يعني ايه يا رب اوفوا بالعقود؟ عقد الايجار يا رب، ولا عقد الوكالة، ولا عقد الهبة، ولا عقد انهي عقد يا رب؟ يا جماعة العقود مش بس العقود الدنيوية، في عقود دينية. عقود دينية الداعية الى الله ده بينه وبين ربنا عقد في شروط جزائية لو ما طبقش. عقد كل واحد منكم بينه وبين دين الله عقد ملزم انه يطبقه، وعليك شروط جزائية لو ما طبقتوش. قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول. لا يا رب، انت بتكلم مين يا رب؟ النداء ده لمين؟ النداء ده للصحابة اللي لسه راجعين من بدر منتصرين. ربنا بيقول لهم لا تخونوا، ما تبقوش خونة. قال لا، ده لسه راجعين من بدر معرضين حياتهم للخطر. خد بالك انت عليك امانة. يا ايها الملتزمون اوفوا بالعقود.
يا عباد الله اوفوا بالعقود. انت عليك عقد بينك وبين دين ربنا، عقد ملزم بيه. اما بقول لك قوم وانزل للناس وغير الدنيا واتحرك وبطل الخيانه اللي انت مستمرئها وما انتش منتبه ليها. لما بقول لك انزل واشتغل، لما بقول لك قوة ضاربة في الاتجاه الاسلامي قوموا وتحركم، انا ساعتها ما بقولكش من فضلك لو سمحت نرجوك، انا بقولك ده بموجب العقد الذي بينك وبين الملك، ميثاقه الذي وثقكم به. ده انت مربوط يا ابني، ده الوثاق ده الحبل بتاع الاسير اللي بيتربط ده عشان ما يعرفش يهرب. ده انت مربوط، انت مش بمزاجك اصلا تختار انك انت تعمل لدين الله، انك تبقى جندي من جنود الله ولا لا. يا جنود الله في الارض اوفوا بالعقود ايها المتعاقدون مع هذا الدين، ان تكونوا جنودا له اوفوا بالعقود. التيار السلفي والمخاض الرهيب، والمخاض الرهيب هذا هو عنوان هذه الخطبة، المخاض الرهيب اللي يا إما هينتج عنه أقوى تيار يا إما لو ما فهمناش يا جماعة هنسقط. أربع حاجات لو ما فهمناهمش هنسقط عند الناس وهنستبدل من الله سبحانه وتعالى إلا أن يشاء الله. لو ما اشتغلناش هنسقط. يعني ما اشتغلناش؟ لما حصلت أزمة غزة أقصى حاجة عملناها إيه؟ لمنا فلوس، لمنا فلوس وقعدنا نتفرج على اللي راحوا المستشفيات الا افراد قليله. لما حصلت المظاهرات كانت مشاركات فرديه. طب لما سقط مبارك كانت بعد كده في ايه؟ الناس مستنيانا اشتغلوا بقى، اشتغلوا. السجن اللي انتوا كنتوا فيه راح. امبارح كنا احنا والناس مسجونين، احنا كلنا في سجن واحد، فاحنا كنا بنقول للناس الدين واحنا وهم مساجين، لا احنا قادرين نعمل حاجه ولا هم قادرين يعملوا حاجه. النهارده السجن اتفتح، ما عادش حد هيعذرنا في عدم الشغل، لان خلاص انتوا كنتوا بتقولوا كلام طبقوه بقى، انتوا كنتوا بتقولوا الدين والشريعه والاسلام والالتزام طبقوا بقى، انزلوا بقى فهموا الناس دينها. مش تنزل للناس تجلدها، تنزل الناس تحضنها، تنزل الناس ترحمها. وانا جاي في هذه الخطبة لقيت الشباب والبنات قاعدين يكنسوا الشوارع وينقشوا الشوارع ويعملوا، قلت سبحان الله اختلاط. لو اتنين مننا كانوا معاهم كان الاختلاط ده راح. انما احنا بنشوف الحدث حاجة ما عجبتناش نعتذر. طب انزل وصلح يا ابني، انزل وغير، انزل وقول لهم رأيك، والكل هيسمع كلامك. ساعة ما هتبقى قدوة هتبقى قيادة، بس ارجع قدوة، انزل وصلح اي وضع. انما احنا اللي عندنا ان احنا بنعتزل. فاكرين مثل الخمسة جنيه اللي ياما اتقال على احوال الناس اللي بره؟ النهاردة المثل ده انا بقوله لكم عليكم انتم. الراجل اللي جه لابنه قال له يا ابني انت كبرت وما عادش ليك عيش عندي هنا في بيتي الا بخمسة جنيه كل يوم تجيبها لي، والا مالكش لا اكل ولا شرب. الواد امه خدته على جنب قالت له تعالى يا ضناه انت لا حمل شغل ولا بهدله، انا كل يوم اديك الخمسة جنيه واديها لابوك. كل يوم الواد يروح لابوه، اشتغلت يا ابني اشتغلت، كسبت كسبت، فين الخمسة جنيه اهي؟ يقوم مقطعها الواد يسيبه ويمشي. لحد ما في يوم امه قالت له يا ابني الفلوس خلصت، يعني انا اتفضح انا وانت قدام ابوك لو ما اشتغلتش؟ لازم تنزل وتشتغل والا هتبقى مصيبه. طب اعمل ايه؟ اشتغل، مفيش حل غير انك انت تشتغل والا هنبان ان احنا كنا كذابين. الواد من قبل الفجر نزل وطلعت روحه عم لقى شغل. ما هو مش ببساطه كده، اما تحب تشتغل هتشتغل. وطلعت روحه عم لقى شغل، وطلعت روحه عم بشتغل بالخمسه جنيه. ورجع لابوه اخر اليوم، اشتغلت يا ابني اشتغلت، كسبت يا ابني كسبت، فين الخمسه جنيه اهي؟ لسه جاي مد ايده عليها قال له عندك. ده انت تقطعني وما تقطعهاش، ده انت تفرمني وما تقربش منها ليه؟ لان الخمسة جنيه دي تعبي وعرقي. اهي دية اللي انا بقولها لكم النهاردة، ان انت الوقت اللي مطلوب منه يجيب الخمسة جنيه. انت اللي امبارح كنت وارث كلمة انا من اهل السنة يا جماعة، انا راجل سلفي ما شاء الله، انا اللي ياما هنا ياما هناك، الكلام ده كان امبارح. النهاردة لو ما اشتغلتش كل اللي فات كان كلام، كل اللي فات. يا اخواني طيار السنة بيولد من جديد. الفترة اللي فاتت كلها الناس ما كانتش عارفة عن ايه سنة، فقضى الجيل الاول في هذا التيار حياته في التنظير للمنهج، في ان هم يعرفوا الناس المنهج.
ان هم يرجعوا الفهم تاني. الجيل التاني ده بقى اللي هو احنا طالعين وظيفتنا مش هنقعد ننظر تاني، ما خلاص ما قضيت الاعمار في التنظير. امال ايه؟ نفعل المنهج، نطبق المنهج. سمعنا على المنابر على المنابر عن الدعوة، نخرج ندعو بقى. سمعنا على المنابر عن التربية، نخرج نربي بقى. سمعنا على المنابر عن ان احنا نأكل الطعام ونمشي في الاسواق وننتشر وسط الناس. ده ربنا بيقول للصحابة فاذا قضيت الصلاة فايه؟ فانتشروا. انتشروا يعني انتشروا، يقولك قوات الانتشار السريع اللي ممكن تطوق البلد في ربع ساعة. الانتشار ده اللي هو التوزع على الاماكن وتقفيل الصغور كلها. فانتشروا يعني انت الوقت سمعت خطبة الجمعة، اذا قضيت الصلاة سمعت خطبة الجمعة وخدت العلم، كل واحد يروح ينشر اللي سمعه في بيته، في شغله، في دراسته، في منطقته، في حتته، وسط اصحابه، مع اولادها. انتشروا انتشروا، انشروا الدين معاكم. في كل مرة الصحابة قعدوا مع النبي في القرآن ربنا قال انتشروا. برضو في سورة الأحزاب فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين الحديث. قعدت مع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي ما بيقولش أي حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام ما بيديش غير علم، ما بيتكلمش غير في العلم والله والدار الآخرة. قعدت معاه على المنبر قعدة علمية، أو قعدت معاه على الأكل قعدة برضه دعوية وعظية. انتشر بعدها وشيل الخير ده وديه في كل مكان. انتشروا يا إخوان، لما لا تنتشروا؟ أنتوا ما بتنشروش الدين ليه؟ ما هو الدين مش هينتشر، مش هنجيب 2000 شيخ حسان و3000 الشيخ يعقوب و5000 الشيخ ابو اسحاق. هم خلاص بيطلعوا على المنابر ويقولوا لنا. احنا بننشر ده بقى في اماكننا كلها، بننشر ده في مناطقنا كلها، بننتشر بالدين فالدين بينتشر. لما ليه يا جماعه الجوهره اللي معانا مش قادرين نقنع الناس بيها؟ واصحاب الازاز المزيف من العلمانيين الناس كلها بتتفرج عليهم دلوقتي، والناس كلها بتسمع لهم، حتى كثير من الملتزمين والملتزمات بيتفرجوا على البرامج العلمانيه دلوقتي للاسف الشديد. ليه؟ ليه احنا كده؟ لازم ننزل. انا مش جاي احبطك، انا مش جاي ان انا اقول لك انت ما انتش نافع، لا، ده انا جاي اقول لك انت اللي لو اتحركت الدنيا هتتغير، انت اللي باذن الله لو قمت الدنيا كلها هتقوم. انا جاي اقول لك ان في امل عظيم، بس قوم. الست شهور الجايين دول اخطر 6 شهور في تاريخ مصر كلها الحديث. 6 شهور الجايين دول هم دول اللي لو عندنا خط سير فيهم واشتغلنا ودعينا وسط الناس وانتشرنا، البلد دي وجهها يتغير. لازم يا اخواني نشتغل، لازم نشتغل. الناس ما عادتش بتستنى رأينا في النوازل، حقيقة ولا مش حقيقة؟ الناس لما شافت موقفنا في غزة، بعد كده موقفنا في المظاهرات، بعد كده موقفنا في بعض المظاهرات، قبلها موقفنا في كذا وكذا، ما عادوش بيستنوا رأينا خلاص. الناس عادت بتشتغل منها لنفسها خلاص. الدول لا بيصنعوا احداث ولا بيشاركوا في الاحداث، ما بيفتكرناش. الحكومة بتفتكرنا بس لما تحصل فتنة طائفية او مصيبة مش قادرة عليها، تعالوا يا جماعة هدولنا الناس. والناس بيفتكرونا لما تحصل نازلة يبصلنا كده ويتصعبوا ويقولوا اه لو كنتوا معانا كنا قلبنا الدنيا كلها، زي الكلمة كده اللي اتقالت في المظاهرات المرة اللي فاتت. لو مشتغلناش يا جماعة هنسقط. الحاجة الثانية، لو ما فهمناش يا اخواننا هنسقط. يعني ايه ما فهمناش يا اخواني؟ الناس دلوقتي خارجه من سجن واحنا واقفين لها، خارجه عايزه تاكل عايزه تشرب، محتاجانا بس محتاجانا نحضنها ونقول احنا معاكم، احنا معاكم، احنا وسطكم، احنا منكم، احنا عندنا انتماء. انا بحب مصر اكتر من اي واحد على هذه الارض، واشهد الله على هذا. طب بتحب مصر دي يا جماعه؟ اكتر بلد ذكرت في القران كله، بل في اجزاء منها ذكرت في القران زي سيناء، بل في تضاريس جغرافيه منها ذكرت في القران زي جبل الطور. مصر دي يا جماعه اكتر بلد ذكرت في القران، بل لم يتجلى الله الى مكان الا في مصر، فلما تجلى ربه للجبل. يا اخواني مصر دي دولة هي قائدة العالم الاسلامي على وجه الحقيقة، لان انا بحب مصر لاني بحب الاسلام، انا بحب مصر لاني عارف مصر بالنسبة للاسلام ايه. ده حب لمصر، ده انتماء. عايزين يا جماعة عايزين نفهم احنا دورنا ايه في المرحلة دي. لو ما فهمناش يعني ايه؟ لو ما فهمناش الناس خارجة من السجن، ها هتطبقوا الشريعة ولا لا؟ الناس كلها مع الشريعة بس الناس مش فاهمة ايه تطبيقها. هتطبقه ولا لا؟ يا عم طب بس احضنه قول له انا معاك. طبطب عليه
ذكروا بالله. الناس معانا يا جماعة احنا بنخسرها احيانا باستعجالنا. الراجل قاتل المئة لما راح للراهب قال له مالكش توبة؟ ما هوش فاهم. ضيع الراجل وضاع نفسه، ضيع الدنيا. لو ما فهمناش الناس هنضيع الدنيا. العالم هو اللي كان فاهم، هو اللي استوعبه. لو ما فهمناش، قرأت تحليل امريكي عجيب عن الصومال، جايب لك الصومال من اول ما المحاكم الاسلامية انتشرت، في المحاكم الاسلامية لما الحكومة سقطت انتشرت في كل مكان وطبقت الشريعة. يعني هو الفقه اصلا هو المحاكم بالضبط. يعني الوقت طلبة الفقه المتقدمين ممكن يمسكوا اي محكمة، بس يعني لو الناس فهمت يعني ايه قانون ويعني ايه شريعة. فمسكوا المحاكم الشرعية، هم اللي طبقوا الشريعة في البلاد كلها. وطلع مجموعة جهادية اسمها شباب المجاهدين، بقت هي والمحاكم الاسلامية واحد. دول جهادي عسكري ودول سياسي ماسكين الحكم. والصومال بقت في ايد الاسلام 100%، من اقصاها الى اقصاها، من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها. فماذا حدث اذا بالصيحات؟ اول حاجة ممنوع الافلام الاجنبية. طب استنوا بس ثانية واحدة، ما انا عارفين انها حرام، عارفين ان اي حاجة فيها تبرج وصفور وعري وافكار ضلة، ما انا عارفين. بس يا اخواني يا اخواني، انتوا بتتعاملوا الوقت مع الشعب، انتوا لسه ما بزلتلوش. زي الوقت اللي بيقول للناس ايه، شرع اسلامية ولا مش شرع اسلامية. هو لو عارفك ولا عارف الشريعة، هو ممكن يكون جوه قلبه ايمان اكتر منك، بس هو ما هوش فاهم، هو مضحوك عليه. فهمه، هو نفسه توصله لربنا، بس مش تمسكه من رقبته غصب عن عينك هتبقى ملتزم. مش قادر يستوعب هذه اللغة، مش قادر. ممنوع، خلاص حرام الافلام الاجنبية. والموسيقى تماما انتهت خلاص، فورا، قرار فوري ومنتهي. والقات، القات ده زي الحشيش كده، بس هما بيحسبوه يعني زي الشاي كده، عم بيحسبوه زي الشاي عندهم، حرام على البنات. طب مش معنى البنات من الاولاد، هو المهم حرام على البنات وخلاص. طيب وايه تاني؟ واي تجمع سياسي ممنوع، اي فكر غير فكرنا ممنوع، حتى لو فكر كويس برضه، بس اسمه سياسي وعكسنا يبقى ممنوع او غيرنا ممنوع. وبص بقى، كينيا واثيوبيا، يا ويلكم يا سواد ليلكم، احنا انتوا دولتين اسلاميتين اصلا وبتوعنا، ده احنا هنجيلكم هنقطعكم حتت. وبص بقى امريكا، ادي تنظيم القاعدة وفتح لنا الصومال، وهتنتشر وهنوريك يا اوروبا انت وامريكا. رعبوا العالم ورعبوا الدول بتاعت الجوار وخنقوا الناس. وكانت النتيجة ان لما اوروبا وامريكا اتفقوا مع اثيوبيا و300 الف جندي اثيوبي اجتاحوا الصومال، كانت المصيبة ان الشعب ما وقفش معهم. مش المصيبة انهم دخلوا ما هزموا وعدنا الله ورسوله، المصيبة ان الشعب ما وقفش معهم فاضطروا الى الهرب. والوقت يعني يمكن مسكين جزء محدود من الصومال. يعني ايه؟ يعني يا جماعة لازم نتعب لو عايزين ناخد، عايزين الشريعة، ما احنا عايشين عشان الشريعة. هو احنا لينا حلم في حياتنا غير الشريعة؟ هو احنا اصلا ده الواحد بينام وبيحلم. الواحد يا اخواني والله العظيم بيشوف اطفال المدارس يعني الدموع بتنهمر من القلوب قبل العيون، بيشوف الشباب الضايع الدموع تنهمر من القلوب قبل العيون. اكتر آية الواحد ممكن يبكي فيها من القرآن، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. امتى يا رب بقى؟ امتى يا رب الالوف والملايين من اوروبا وامريكا واستراليا وافريقيا وامريكا الجنوبية واسيا والشباب البعيد، امتى يا رب هنشوفها افواج بقى، مش فرادة، مش واحد النهاردة اسلم وخمسة النهاردة التزموا واتنين لبسوا نقابوا بقى، امتى بقى هنشوفها افواجا؟ انما يا جماعة عايزين ناخد، لازم نتعب. زي في الجزائر، عم القوة الاسلامية ضغطت على الحكومة، احنا قوة اسلامية جبارة، عايزين ايه؟ عملنا جبهة انقاذ ولازم انتخابات حرة. حاضر، انتخابات حرة ايه؟ طب وبعدين كانت النتيجة ايه؟ اكتساح التيار الاسلامي في كل الانتخابات وكسبها، نتيجة طبيعية طبعا. ما هو الشعوب معانا، الشعوب معانا بس نكلمها بلغتها. ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة تصريحات فورية، احنا هنوريكم علمانيين، احنا هنوديكم في 60 مصيبة، احنا والعلمانيين لسه هم اللي ماسكين البلد. فماذا كانت النتيجة؟ طبعا بتخطيط اوروبي من الجيش الجزائري، اجتياح وانقلاب عسكري على نظام الحكم هناك، ومذابح للملتزمين بل لعموم الشعب هناك. والطريقة المعهودة بتاعتهم يعملوا لهم 50-60-70 تفجير اللي هم الحكومات يعني، ويقوموا ملزقينها في الملتزمين ويقولوا للناس شوفوا اهو هم دول اللي كانوا يحكموكم. وشوهت صورة الملتزمين هناك. ليه؟ بسبب ان احنا عايزينها في خبطة، احنا فاكرين انها خبطة،
ان الحب ده ها لا يا ابني لازم نتعب يا جماعة، لازم نبذل نفس القضية اللي خلت ازمة ليبيا الان ازمة ربنا يستر فيها، نفس القضية اللي مسكوا شرق ليبيا اتجاه جهادي فور ما مسكوها اعلننا الامارة السنوسية. الامارة السنوسية دي الحكم اللي كان قبل القذافي، اللي القذافي عمل انقلاب عليه. الامارة السنوسية دي كانت ملكية اصلا، يعني مش تمثيل اسلامي 100%، ولكن كانت بتطبق الشريعة. اعلنت، طب وليه اعلنت؟ هو ده وقت ان انت يا سيدي احكم بالاسلام يا سيدي اعلنها حتى اسلامية؟ فما كان الا من قبائل الغرب انها انسحبت. هو انتوا هتعملوها سنوسية؟ لا خلاص، القذافة اولى من السنوسي. ما انت بتتعامل مع قبائل، هو انت فاكر انك بتتعامل مع الشعب في ايام سيدنا ابو بكر الصديق؟ انت بتتعامل مع ناس لسه مش عارفه دين، ما نزلنا لهاش، لسه ما انتشرناش وسطها، لسه لحد دلوقتي معزولين ما فهمناهاش. فانشقت ليبيا، والوقت حلف الناتو وامريكا بيستعدوا للتدخل عسكريا في ليبيا، لان طبعا الوقت نص ليبيا اماره اسلاميه، نصف ليبيا اماره اسلاميه. يا جماعه في انا برى في عيون والفاظ كثير من الاخوه استعجال، كانه فاكر انها حته بقلاوه هتتاكل. يا جماعه ده دونها الدم والانفس. انتوا فاكركم ان الباطل هيسيبها كده؟ يا اخوانا اول مهمه ان الشعب نفسه يعرف الجوهره اللي معانا، ان الشعب يعرف يعني ايه سنه، ان الشعب يعرف يعني ايه شريعه. من ايام، من يومين قاعد مع شباب على قهوة، نزلت في وسط الليل مع شباب على قهوة، بقولهم انتوا مش واقفين مع الشريعة الاسلامية ليه؟ واذا بسيل الكلام، انتوا الشريعة الاسلامية، الشريعة الاسلامية ايه؟ طب لو مسكتوها هتعملوا في السياحة؟ قلت لهم هو الوقت اللي بيدخل الهند عشان يعمل سياحة بيلزموه، اي دولة في العالم بيلزموه قواعد البلد. البلد الوحيدة في الدنيا اللي بيدخل بتاع بره يدوس بجزمته على الناس وتقاليدها ودينها هي مصر. البلد الوحيدة اللي مقابل دولارات السياح بتخلي اي ادخل اعمل اللي انت عايزه بس اديني فلوس هي مصر. انما اي دولة بتحترم تاريخها وبتحترم تقاليدها وبتحترم دينها وبتحترم اعرافها، واللي عايز يدخل اهلا وسهلا بس هو محترمني. انت دلوقتي عايز يعني هي دي كرامة اصلا؟ مش بنقول احنا عايزين كرامتنا ترجع، هي دي. طب هتعملوا في البنوك؟ قلت له البنوك دي خربتها، الناس حطت كل فلوسها في البنوك والبنوك حطت فلوسها بره، وبره خدوا الفلوس طوروا بقى صناعتهم وبعتوا لنا هنا اجهزه وعشان نشتريها سلفونا فلوسنا ديون ذات عوائد ربويه فظيعه، اشترينا بالفلوس اللي ادوها لنا رجع لهم الفلوس واحنا بقينا مديونين ومفلسين وشبابنا عاطل ما عندوش شغل لان فلوسنا كلها خرجت بره تشغل شباب اوروبا وامريكا واحنا شبابنا ما هوش لاقي يشتغل. يبقى الحل كان في البنوك. امريكا نفسها البنوك عندها فايدتها صفر لانها مش عايزه الناس تحط فلوس في بنوك، عايزه الناس تشغل فلوسها وتشغل شباب بلدها لما تشغل فلوسها. طيب الوقت لو اسرائيل منعتوا الغاز عنها عندكم جيش يقف وشها؟ ما ده كلامهم، الناس هتحاربنا، انا عايز اعيش وانت بتقول لي موت. منين بقى تقنع دواح يا جماعه؟ الناس دي عايزه حد يفهمها، الناس دي عايزه حد يحولها لاصحاب رساله. يا اخواني احنا مش نازلين للناس نقول لهم بطلوا تسمعوا عمرو دياب واسمعوا سامي يوسف، انا نازل للناس اقول لهم ابقوا جنود لله في الارض، شيلوا دين، خليكوا اصحاب رساله. انا طلبي عالي، احنا طلبنا من الناس عالي، ما بنضحكش على الناس زي ناس ثانيه بتسيسها لحد ما تيجي خطوه خطوه. احنا من اولها بنقول لهم احنا عايزينكم خلفاء في الارض، عايزينكم جنود في الارض. بدل مطلبي عالي لازم اعرف ان المطلوب مني انا نفسي يبقى عالي، لازم اتعب عشان انا عايز اطلع الناس برج 1000 دور وانا واقف من فوق بقول يلا اطلع اطلع ازاي، اعمل له سلم، انزل خد بايديه. انما ان احنا عايزين نطلع الناس في افق عالي واحنا بذلنا مجهود، نزلنا للناس يا جماعه، نزلناهم نحضنهم ونشاركهم في اللي هم فيه، لو ما فهمناش هتبقى مصيبه. ثالث حاجه لو ما توحدناش. يا اخواني في مؤامره خطيره بتحصل على مصر دلوقتي. هو انتوا فاكرين نتنياهو كده فجاه سكت كده رضا بالامر الواقع، وفجأة أوباما كده راضي بالأمر الواقع، والناس دي قاعدة كل تخطيطها في انهيار الأمة الإسلامية وأولهم مصر؟ يا إخوانا في مؤامرة، لازم نفوق عشان نعرف إيه اللي بيدار، عشان نعرف إيه اللي مستنينا، عشان بسرعة نفهم الناس دينها قبل ما يضحكوا على الناس، نفهم الناس دينها قبل ما يضحكوا على الناس، قبل ما يسمموا عقول الناس. كلمة ليبرالية وحرية ومدنية كل دي في مخططات بتتسرب، احنا مش عارفين،
لماذا نحن آخر من نفهم وآخر من نصل وآخر من يتحرك؟ ليه دايما احنا رد فعل ما احناش فعل؟ ليه؟ لماذا؟ انا دلوقتي ما ببعتش رسالة للعلماء. خذوا بالكم يا اخواني، العلماء بيقوموا باخطر دور على وجه الارض، حفظ المنهج. انا ببعت رسالة دي كنتم، ان انتوا اللي لازم تنزلوا وتنتشروا وسط الناس وتبلغوا الدعوة للناس وتفهموا الناس يعني ايه دين ويعني ايه شريعة. ده رسالة لكنتم، رسالة للقوة الهائلة المعطلة داخل ذلك الصف وداخل ذلك الطيار. لو ما توحدناش هنغرق. عارفين المظاهرات الفئوية اللي هتضيع مصر؟ اول ما قامت المظاهرات كل مجموعة ها طلعوا لنا اجورنا، بقى غلوا لنا اجورنا. اجور ايه يا ابني؟ يا ابني لمرحلة ان احنا ندي مش ان احنا ناخد. دي فترة عطاء وبناء، مش فترة انك تبقى. الانانية القاتلة دي، مصر دي بلد مؤسسات. لو كل مؤسسة وقفت عما مرتباتها جزء من الاقتصاد بينهار، جزء من الاقتصاد بيقع، هتوقعوا اقتصاد البلد. البورصة بتنهار اصلا، الاقتصاد بينهار، وانت كل دماغك انك تلحق تبني لك بيت على الطريق الزراعي بسرعه، وانك انت تلحق تسرق ارض فلان وتعلق عليها دورين، وده يلحق ان هو يزود المرتب بتاعه ويعمل مظاهره. يا جماعه النقطه دي نقطه تانية. انا النقطه اللي بتكلم فيها دلوقتي ان احنا لو ما توحدناش الوقت مع بعض، لو الملتزمين ما بقوش ايد واحده، هنعمل زي بتوع المظاهرات الفئويه. السفينه بتغرق وهو بيقول لك يلا نفسي. يا ابني ما انت هتغرق فيها. الدنيا بتضيع وهو بيقول لك يلا نفسي. او بالظبط كده، كل واحد بيقول لك يلا دعوتي، يلا درسي، يلا شغلي، يلا. لازم يا اخواني نبقى ايد واحده، يا اخواني لازم نبقى ايد واحده. الصخره، حديث الثلاثه والصخره، لما الاول دعا ببر والدين تلت الصخره اتفتح، الثاني دعا بالعفاف تلت الصخره اتفتح، الثالث دعا بالامانه تلت الصخره اتفتح. الصخره مش هتتفتح غير على ايد الثلاثه. اوعوا حد منكم يفكر ان احنا الحل الوحيد في الدنيا دي. كل ناس بتشتغل على منهج السنه حل زيهم زيكم. ما تفترضوش ان احتكار الحق ده. يا جماعة الدين ده عامل زي نهر كبير بقاله 1400 سنة بيتدفق. كل واحد مننا قناة بتصب في النهر ده. كل جماعة على السنة قناة بتصب في النهر. قال لا ده دول عندهم بدعة كذا ودول عندهم، يعني ما كله عنده مشاكل، كله عنده مشاكل. ولازم نتعامل مع الواقع والمعركة مع الخطأ وليست مع المخطئ. إنما خيره غالب شره. نهر وكله قنوات بتصب في النهر. لازم تفهم ان مش انت كل النبي عليه الصلاه والسلام قال وانا اللبنه، لما قال ان الدين ده بناء، هو اللبنه اللي اتحطت في حجر الزاويه. حجر الزاويه ده زي عمود الاساس كده عليه الصلاه والسلام، لبنه. النبي اصلا بيقول على نفسه لبنه، وانت فاكر ان انت المبنى كله وفي كل مجموعه 20 واحد اشتغلوا مع بعض فاكرين ان هم الحل وهم اللي هيقوموا بمهمات دوله الخلافه وهم اللي هيغيروا وجه التاريخ. ده نوع من انواع يعني حاجه غير عقلانيه تماما. زي مجموعه من العميان مسكوا فيل، واحد مسك ديله واحد مسك رجله واحد مسك بطنه. اللي مسك البط قال لك الفيل ده حاجه منفوخه، واللي مسك الرجل قال لك ده اسطوانه طويله كده، واللي مسك الديل قال لك ده خيط رفيع. وهو الفيل كل ده، الاسلام هو كل ده. كل ده لازم نؤمن ببعض، لازم نقبل بعض، لازم حالة الجزر المعزولة عن بعضها دي تنتهي. لا نصر بلا وحدة، ولا وحدة بلا جندية، ولا جندية بلا تجرد. دي قوانين، لازم تبقى متجرد ولازم تبقى جندي ولازم تؤمن بأخوك ولا مش هتتوحد معاه. لازم نؤمن ببعض، لازم نلتقي. الصخرة مش هتتفتح غير على ايدينا كلنا. اللي فاكر ان هو اللي يفتحها لوحده مش عارف. ان اقيموا الدين. الدين عامل زي المسجد ده، واحد هيبني الجدار ده، واحد هيصب الاساس، واحد هيبلط، واحد هيمحر، واحد هينقش، واحد هيعمل استباكه، واحد هيركب السيراميك. هو الدين كده، كل واحد له دور. اللي فاكر ان هو اللي هيشيلها كلها، الوحيد اللي كان ممكن يشيلها من اولها لاخرها محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. بس بعد سيدنا محمد لازم كلنا نؤمن ببعض، ولازم كل واحد مننا يؤمن بدور اخوه. لو ما توحدناش هنسقط. اخواني في الله، الامل عظيم والامل كبير، وانا عارف ان كل واحد منكم مليان ايمان ومليان باذن الله سبحانه وتعالى طاقات مهوله ونفسه انه يشتغل. ولكن يا اخواني لازم نعرف ان ربنا معانا. ولكن الكلمه اللي قالها الزعيم المخلوع، ان الله يساعد الذين يساعدون انفسهم. قبل الازمه ديت كانوا بيقولوا بعد اسبوعين مش هتشوف ولا واحد ملتزم. بعد الثوره بعدها باسبوعين ما شفناش ولا واحد منهم. يا جماعه ربنا معانا،
ربنا بيحفظنا، ربنا بيحمينا، ربنا متولينا، بس احنا نبقى مع ربنا، بس احنا نقوم. اذا كان دي معية ربنا لنا واحنا يعني مقصرين اشد التقصير، امال لما تقوموا بقى وتشتغلوا في الدعوة الى الله ساعتها يحصل ايه؟ اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، لازم نفهم الوضع اللي احنا عايشين فيه. مصر في خطر يا جماعة، مصر في خطر. من الشرق اتمنع الغاز عن إسرائيل وبيقولوا رئيس الوزراء ده عدو لينا. من الغرب الناتو بيهدد، مش بيهدد ده، هم بيرتبوا الوقت لاجتياح عسكري ليبيا. من الجنوب، جنوب السودان اتشق خلاص زي ما قالوا قبل كده. جنوب السودان ده عايزينه يبقى فاتيكان افريقيا. اللي معاه جنوب السودان ده زي ما هم قالوا هيقدر ينصر نص افريقيا ان شاء الله. ربنا هيمكر بيهم ومش هيحصل لهم، مش هيحصل لهم اي مكسب. ولكن انا بقول لكم بفكروا ازاي. مصر في ازمه النيل، 15 مليون متر مكعب من الميه خلاص ممنوعين عن مصر. ده رزق كان جاي لنا وبذنوبنا قال، رزقه كان جاي لنا وبيظننا. في خطر حقيقي سياسي، في خطر اقتصادي، اقتصادي حقيقي. البلد هتستحمل لحد امتى؟ في خطر اجتماعي. المظاهرات الفئوية الانانية المفرطة اللي بتحصل دي، انا عايز ازيد يا عم. الوقت البلد بتقع وانت بتقول انا عايز ازيد. اقف وسط بلدك وشوف بلدك بتتطور ازاي دلوقتي. ايه الانانية القاتلة دي والبلطجة؟ المشاكل الاجتماعية الخطيرة اللي بدأت تطلع. بلد بلا شرطة، في مشاكل يا جماعة. يعني البلد وضعها لا يحتمل ان كل واحد الوقت يبص كده ويسكت. لازم كل واحد منكم يبقى له دور. لو مش احنا اللي انقذنا سفينة المجتمع، مين اللي انقذها؟ لو مش احنا اللي نزلنا ورتبنا الناس وربطنا الناس وكلنا وسط الناس في اي لحظة نقول للناس يلا يا جماعة عشان ننقذ امتنا في حاجة الناس موجودة معانا. لازم يا جماعة ننزل للناس. مفيش بديل، مفيش بديل على اننا نأكل الطعام ونمشي في الاسواق. مفيش بديل على اننا ننزل وندعو وننتشر. الجامعة تبدأ بكرة اهي بإذن الله. كل واحد من الطلبة ينزل ينتشر وسط دفعته، يتكلم. ما تعرفش تسمع لك النهاردة شريط وتحضر كلمات وعظية رقراقة رقراقة عن الاثر الدنيوي للطاعة، عن الجنة، عن حب الله، وتنزل تقولها في المدرجات وفي السكاشن وفي الراوندات وفي اصحابك، وتوقف شلة شلة وتشوف مجموعة مجموعة في الجامعة وتعمل عليها جولة تكلمها في الدين. لازم. واللي عندهم شغل ينزلوا بكرة يكلموا زملائهم كلهم. لازم نتجرأ، لازم. ما انتش هتنقص حتة، ما انتش هتنقص حتة. مصر في خطر. يقول لك مخزون القمح 6 شهور، يعني مش عايز اقول اخبار اخرى بس ممكن يعني. والجيش لحد امتى هيسكت؟ ما ممكن الجيش فجأة يقوم ضرب لك نار وخلاص كل واحد عرفتونا، وساعتها تبقى حرب بين الشعب والجيش. يا تبقى يا تبقى ساعتها ايه اللي هيحصل؟ الطائفية الخبيثة اللي بتحصل لازم نفهم نتعامل معاه ازاي. احنا معانا الوقت طائفة جوه المجتمع بلا انتماء، بلا انتماء. مين اللي بيقول لي الصبح بيقول لي انت عايز نسكت على النصارى؟ ده كانوا بيشتموا في الاسلام ولا بيشتموا في السنة قدام مسبيرو امبارح. يا ابني يا 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 اخواني في الله، دول اخطر طائفة موجودة في مصر دلوقتي. دول ناس امريكا كانت بتلعب بها. لازم نفهم ان النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على الرجل قال بئس اخو العشيرة هو، وبعد كده هش له وبش. طب ليه سيد عائشة قالت له يا رسول الله انت قلت بئس اخو العشيرة وهشيت معه وبشيت؟ واحد شر، واحد اذى ومش قادر له دلوقتي، ما مش فاضيله، ما عنديش امكانية ليه، هعمل معاه ايه؟ هستوعبه واصبر وخلاص. امريكا لو عايزة تدخل مصر المسمار جحا بتاعها هو النصارى. هيتولعوا الدنيا، هنقوم مولعين الدنيا، الدنيا هتولع، هيقوم الناتو داخلك تاني يوم. وناس ما عندهاش انتماء، بس هي من سنين اختارت العمالة لامريكا، واختارت ان امريكا تلعب بها ويدفعوا تمن ده. ما شاركوش في المظاهرات. قالك طب القداس اللي كان في ميدان التحرير ده كان قداس بروتستانت مش قداس الارثوذكس بتوع مصر. ما شاركوش وكانوا واقفين مع مبارك لاخر لحظة، بل بكوا عليه لما مشي. والمظاهرات نجحت من غيرهم، وواخدين خبطة عمرهم، وواخدين صدمة عمرهم، ومكبوسين وحاسين بفقد التوازن.
ويجي بقى واحد يقوم ولع لك الدنيا ما انتش عارف بقايا فلول النظام السابق ولا بقايا شكلها فلول النظام. يقوم ولع لك كنيسة عشان يولع الدنيا. ما انتش عارف البلد دي مليانة ناس ما احناش عارفينهم مين. نتعامل ازاي؟ لازم احنا في الوقت ده نضبط النفس. كل اللي نقدر نقوله ان ده فلول النظام السابق وعايزين يولعوا الدنيا. ودي حلقة لسه في سلسلة طويلة ولازم نضبط نفسنا. طب شتموا مش الوقت يا جماعة، مش الوقت يا اخواني. انت بتتعامل مع مصيبة مش الوقت. البلد بتقع، البلد بتقع. لازم نبقى فاهمين واحنا بنعالج المشاكل بنعالجها ازاي، بنعالجها ازاي. المصر في خطر، مصر قائدة العالم الاسلامي في خطر، يعني امتك الوقت في خطر. يعني لازم يبقى فاهم خط سيرك ايه في الفترة دي. زي قضية بصراحة، مادام اثرنا هذه القضية بصراحة، زي قضية الاخوان المسلمين، قضية الاخوان السلفيون والاخوان، قضية في غاية الخطورة. ألا اخواننا يا جماعة، اخواننا احنا نقطع بعض قدام الناس اخواننا. ولسه في انتخابات اتحادات طلابية هيدخل فيها هم وطائرات اسلامية اخرى وسلفيين داخلية، ولسه في انتخابات مجلس الشعب هنعمل ايه لو ما تفهمناش مع بعض هنولع في بعض. يا جماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تدابرون. تدابرون يعني كل واحد يدي ظهره للتاني. ايه ما انتش نافع وانت كمان ما انتش نافع. ثم يضرب بعضكم رقاب بعض. بدام الدنيا ظهرنا البعض ولو بعد الف سنة هنقتتل. ليه؟ اصل لما الدنيا ظهرنا البعض كان حجم الخلاف قد كده اهو، جزوة من الخلاف. ام جاي بتوع الامن قعدوا ينفخوا فيها ويولعوها زي الوثيقة المشهورة في توليع الدنيا ما بين السلفيين والاخوان اللي انتشرت في كل مكان دي. وبعد كده جه الجهل بالفرق ما بين الخلاف السائق وغير السائق. اعتقد ناس ان كل خلاف بيننا يبقى خلاف غير سائق. قعدوا ينفخوا فيها ويولعوها اكتر. بعد كده جت طيور الظلام وخفافيش الظلام قعدت تنفخ اكتر، بقت حريقه كبيره. بعد كده جه كل طرف من الطرفين في ناس حريصين على الزعامة والإمارة. ده صف الصحابة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه خير القرون قرني. ربنا قال عليه ومنكم من يريد الدنيا. يعني خير القرون كان فيه ناس عايزين دنيا، في ناس في الطرفين عايزين مركز. وطول ما العلاقة بعيدة كل واحد محتفظ مركزه، لو قربت العلاقة بقت الدنيا. في ناس بتؤجج هذا الخلاف من جوه الطرفين. بعد كده كل طرف من الاثنين يعني هو الوقت غلطان في حاجات. احنا لا نختلف في تشخيص الواقع. المشكلة انا خلافي مع المعترض في تشخيص الحل، في تشخيص طريقة التعامل مع الموقف. بعد كده هو غلطان يا سيدي، ماشي انا معاك، بس انت عرفت منين انك لو فهمته في جو اخوي مش هيرجع؟ ده انت هتفاجأ ان نص المشاكل اتحلت في ثانية بمجرد ما كل طرف يقول للتاني الحجة والبيان. فاصبح الجزوة اللي بتمثل حجم الخلاف الحقيقي نتيجة التضابر وان محدش بيسمع لحد، وان العلاقة ما بين اطراف البيت الاسلامي الواحد وحجرات البيت الاسلامي الواحد بقت علاقة حوار الترج، اصبحت نار موقدة. بس لو قعدنا وتفهمنا وشلنا الخلاف الغير سائغ وشلنا الحاجات اللي كل واحد رجع للحق لما سمع نصيحة اخوه، وشلنا طيور الظلام، وشلنا النفخ اللي كان الامن بينفخه ما بيننا، وشلنا وشلنا وشلنا، هنوصل في الاخر ان حجم الخلاف هنوصل للحجم الحقيقي بقى. الخلاف كبير بقى او صغير هنوصل للحجم الحقيقي ساعتها. انما الوقت الحجم غير حقيقي، غير حقيقي، حجم غير، حجم وهمي، حجم مصنوع. يا اخواني ده اكبر هو اصلا مين اللي في البلد دي؟ ماما الاخوان السلفيين. هو لا يوجد طيار اصلا له اي فعاليه في حاجه في البلد ده حقيقه غير الاخوان السلفيين. العلمانيين، العلمانيين دول يا ابني في مصر كلها اقل من العدد اللي قاعد قدامي. امال مولعين الدنيا ليه؟ مولعين الدنيا يا حبيبي لان العلمانيين مش زينا. العلمانيين مش ناس قاعده كده بتتفرج. العلمانيين الواحد منهم بقناه، الواحد منهم بجريدة بيتفرج بيشتريها عشرات الالوف، الواحد منهم ببرنامج توك شو يجي الساعة 9 ولا 10 تلات اربع مصر تتفرج عليه، الواحد منهم بمنتدى على النت قاعد يسمم الناس ويحط السم في العسل، مئات الالوف من الشباب بيدخلوا، لان الواحد منهم يساوي بالنسبة لمنهجه. انما احنا بالنسبة لنا انتوا لسه طاقة غير مفعلة. لو انتوا اتفعلتم المسجد ده كفاية انه يمسح العلمانيين في مصر.
انما لو انتوا قمتوا واشتغلوا يا اخواني. المخاض السلفي لو نجم عن انتقال من مرحلة التنظير لمرحلة العمل والتفعيل هنبقى اكبر قوة على وجه الكرة الارضية. انتوا جواكوا طاقات مهولة ومعاكوا منهج معجز، بس المشكلة انكم تتحركوا. المشكلة ان كل واحد منكم ينزل بكرة في مكان شغله او مكان دراسته يتحرك بالدعوة الى الله. يا ابني ده انت ما انتش عارف هتقول ايه. يا ابني ده انت اكتر واحد سمعت على وجه الارض كلام. ده انتوا لو عصرناكوا هتنزلوا خطب ودروس يا ابني. ده انتوا متعبيين كلام. هو انت لسه ما انتش عارف تقول ايه بعد كل اللي سمعته؟ يا نهار ابيض، ده تبقى مصيبه بقى. ده اللي مش عارف يقول ايه بعد كل اللي سمعه، عايز يروح يشوف ايه المشكله اللي عنده. تروح حبيب قلبي كل واحد منكم النهارده يسمع له درس على سي دي، على شريط، اي شريط قديم عندك في البيت، وعظ رقيق بقراق. مش عايزين ننزل نتهم الناس ونقول لهم انتوا ابعاد وانتوا لازم تتوبوا وانتوا لا يا حبيبي. كلم يا اخواني. المثل اللي كنا زمان بنقوله للناس في الشارع لما واحد لابس سلسله يقول السلسله دي حرام، هو خايف، هو حاسس انه لو جه معاك الجامع هتقول له سيب السلسله وسيب السجاير وسيب البنطلون الشلسون اللي انت لابسوني ده والباضي اللي انت لابسه ده واخلع واعمل وسيب اللي انت بتكلمها. فكان الرد بكل بساطة لاني ما اقدرش اواجهه الوقت، ما اقدرش، انا كده بحطمه مش بصلحه، انا كده ما عنديش اي فقه تغيير ولا اي تدرج في الاصلاح. كنت اقول له بص حبيب قلبي، انت عامل زي اللي واقف في مسجد كله ظلمة، اول ما يجي شوية نور خفاف بنشوف العواميد، بيجي نور اكتر بنشوف المنبر، بيجي نور اكتر نشوف السجاجيد، يفضل النور يجي لحد ما نشوف الدبانة الطايرة في الهواء. انا دلوقتي مش هقول لك ايه الصح وايه الغلط، انا كل مهمتي معاك ان النور يجي. اول ما النور يجي انت لوحدك هتعرف ايه الصح وايه الغلط. كلمة بسيطة بتريحه وبتحسسه ان بقت وظيفته ان النور يجي، وفي خلال يومين بتلاقي عمل اللي انت ما كنتش تحلم بيه. عايزين نسمع كده يعني كل واحد يسمع له كده شريط درس، ويبقى كل يوم يومين كده يغذي نفسه بحاجه. واكتب الحاجات اللي هي دي. الروشته صعبه يا جماعه، هي دي مشكله، الروشته دي صعبه. واحد هيقول استنى يا عم الشيخ ايه حزب سياسي. يا ابني انت عامل زي اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب وجاي يقول عايز احضر دكتوراه. يا عم سيب الحزب السياسي اللي بتاسس دلوقتي، هي السياسه ديت بالدراع، هناخدها بالدراع يا اخوانا. ده علوم وممارسه وحاجات، سيبها للمشايخ الكبار بتوعنا هم اللي ياخدوا القرار فيها. احنا بالنسبه لنا احنا اللي نقدر نعمله ان احنا ننزل على الارض. ده اللي ربنا هيحاسبك عليه. ربنا مش هيقول لك ما عملتش حزب ليه لانك مش بامكانياتك. ربنا مش هيقول لك ما عملتش حملات على القنوات الفضائيه ليه لان مش امكانياتك. اللي في امكانياتك دراستك، شغلك، رواندك، سكشنك، كليتك. اعمل حاجه، افتح الابواب في الكليه بتاعتك للدعاء يدخلوها، افتح الابواب، اتحرك انت نفسك، اسمع واشتغل. كل ما تقابل واحد احد اخواننا يعني كان جايب كتاب مواقف ايمانيه للشيخ احمد فريد، بكرة بتاع الصحابة، كل يوم يحفظ 10 صفحات، ينزل يقابل 20 شلة طول اليوم يسمع لهم 10 صفحات، يسمعها 20 مرة قبل ما يرجع. هو ده وظيفته في الحياة. يجب أن نتحول إلى صف عامل. إخواني في الله، لو ما حصلش 3 حاجات انسوا إن النصر هيجي على أيديكم. لو الدعاء، أنا ما بتكلمش بقى على العلماء، أنا بتكلم علينا عشان ما حدش يزحلقها من على دماغه. لو الدعاء يعني اللي بيطلعوا منابر وطلبة العلم مننا ما نزلوش للناس وتحولوا من دعاء منبريين بس إلى دعاء ميدانيين موجودين وسط الناس. يعني ننزل النوادي وننزل القهاوي نوعظ، أنا ما بقولكش ننزل القهاوي اشرب معاهم شاي، وننزل الشوارع ونكلم الشباب، واللي بيعرف ينسخ سيديهات وشرايط يعمل، واللي بيعرف يوزع على المواصلات يوزع، واللي بيعرف يتكلم يتكلم، واللي بيعرف يدي كلمات مسجدية يدي. مش كله ميكروفون وكاميرا، مش لو في ميكروفون وكاميرا نسخة ما فيش ميكروفون وكاميرا خلاص. اصبح في ناس عندنا بتعتبر ان الميكروفون والكاميرا اللي ربنا اداهم له يبقى ده اللي ربنا فتح. ده بقى المخلص اللي خد ده كده خلاص، ابو ميكروفون وكاميرا. ده مش كله ميكروفون وكاميرا يا اخوان. النبي عليه الصلاه والسلام لا كان معاه ميكروفون ولا كاميرا وفتح العالم. يبقى لو الدعاء ما نزلوش للناس عليه الصلاه والسلام. رقم 2، لو انتم ما اتحركتوش، لو انتم ما انتشرتوش،
لو انت ما تحولتوش لدعاء. انت يا تاجر تدعو التجار اصحابك، وانت يا طالب تدعو الطلاب اصحابك، وانت تدعي صحباتك، وانت تشتغل في منطقتك، وانت تقلب كليتك، وانت تشتغل في سكشنك، وانت تشتغل في المصلحة اللي انت فيها، وانت يا دكتور تقلب المستشفى اللي انت فيها، بالدعوة الى الله وحسن الاخلاق وخدمة الناس. تكلم الناس، واي حد عايز خدمة تبقى طلقة معاه في الخدمة بتاعته، الاثنين دول بس. انت كده عملت لنا خدمة حياتنا في المكان بتاعك، بس عايزين منك دواء. رقم ثلاثة، لو الدعاء ما بقوش دعاء ميدانيين وطلبة العلم، لو انتم ما تحركتوش في اماكنكم بالدعوة الى الله، سمعتم الكلام اللي انتم بتسمعوا دايما ده ورحتوا تحركتوا بيه وكلمتوا الناس بحكمة وبرحمة وتحولتوا الناس خدومين للناس. رقم ثلاثة، لو الاتجاهات الإسلامية اللي على السنة، اللي على السنة يعني مش اللي على البدعة، اللي مش على البدعة يعني مش قبوريين، يعني مش شيعة، يعني مش دول، اللي على السنة ما تألفتش مع بعض وتعاونت مع بعض، ولو ما تعاونتش على الأقل تتألف، على الأقل يبقى فيه تألف بينها، كل واحد مننا يقص 10% منه كده هنلاقي نفسنا بين حبايب. لما حتة أنا دي ورأيي وعايز الدنيا كلها، يا سيدي ما انت صلاح الدين، معلش يا سيدي، معلش أنا بصدم فضلتك اللي حركت من صلاح الدين اللي كل الأمة تجتمع عليك، ما تزعلش. كل واحد منكم عايز يقعد مع 10 او كل واحد مننا عايز يقعد مع 10 يبقى هو القائد. كل اخوه منطقه عايزه تقعد مع بعض، مين هيبقى فينا القائد؟ كل اخوه قريه عايزه تقعد مع بعض، مين هيبقى الكبير؟ كل مجموعه في كليه عايزه تشتغل مع بعض، مين هيبقى الكبير؟ لا يا جماعه، خليكم تطاوعوا ولا تختلفوا، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابه، تطاوعوا ولا تختلفوا، احنا كلنا كده فريق قاعدين مع بعض بنتفاهم وناخد راي اغلبيه في الاخر وننزل نشتغل اي شغل دعوه في الاخر. لازم نأتلف، لازم نتعاون. يعني اعتذر عن هذه الإطالة، وإن كان هذا الحديث ذو شجون. التيار السلفي يا إخواني، التيار السلفي والمخاض الرهيب، أو يا أيها الملتزمون أوفوا بالعقود، العقود اللي بينكم وبين ربنا وفوا بيها، عقد الدعوة إلى الله، ميثاقه الذي وافقكم به، عقد العمل لدين الله ونصر دين الله والجهاد من أجل تحكيم شريعة الله ومن أجل تحرير فلسطين ومن أجل رفع، من أجل إنقاذ حرمات الله وحمايتها، ده عقود عليكم. المخاض السلفي ده لو نجم عنه إن احنا انتقلنا من مرحلة الكلام لمرحلة العمل بالكلام، من مرحلة الفهم لمرحلة التطبيق، هنقلب الدنيا. الجيل الوحيد اللي كان عنده كمال الفهم مع كمال التطبيق كان جيل الصحابة رضوان الله عليهم. بعد الصحابة الفهم فضل ولكن التطبيق بدأ ينزل. احنا جينا اول ما بدأت صحوة السنة في مصر كان الفهم رايح والتطبيق رايح. مشايخنا قضوا حياتهم في عودة الفهم، في عودة المنهج، في عودة الرؤية، في عودة عواميد الإنارة في الطريق. احنا بقى وظيفتنا نمشي في الطريق، احنا بقى بعد ما جزاهم الله خيرا نورنا الطريق، وظيفتنا ان احنا نفعل وان احنا نشتغل وان احنا نطبق. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض، اللهم انصر بنا الاسلام، اللهم افتح قلوب الناس للدعوة اليك، اللهم اشرح الصدور للهدى يا رب العالمين، اللهم انزل هدايتك على اهل مصر، اللهم انزل هدايتك على شباب مصر، اللهم انزل هدايتك على نساء مصر، اللهم انزل هدايتك على فتيات مصر، اللهم انزل هدايتك على اطفال مصر، اللهم انزل هدايتك على رجال مصر، اللهم اخرج منا دعاء وداعيات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات وعباد وعابدات. اللهم انصر دينك، اللهم اعز اولياك، اللهم اذل لدينك ان يسود، اللهم اذن لشرعك ان ينتصر، اللهم اذن لكتابك ان يحكم. اللهم يا ربنا افتح لنا الابواب، اللهم افتح لنا القلوب، اللهم افتح لنا الابواب، اللهم سدد ألسنتنا بالحق، اللهم سدد ألسنتنا بالحق، اللهم كن لنا اعيننا التي نبصر بها، واسمع اذاننا التي نسمع بها، وقلوبنا التي نعقل بها،
وألسنتنا التي نتكلم بها، وأرجلنا التي نمشي بها، وأيدينا التي نبطش بها. اللهم يا ربنا استجب لنا، اللهم يا ربنا أعذنا مما نخاف، اللهم انصرنا وانصر الإسلام بنا، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم انصر كل من قام يدعو إليك في مصر وفي غزة وفي فلسطين وفي ليبيا وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.